مرحبا بكل متابعي ومتابعات قناة مدرسة الرياضيات والفيزياء على اليوتيوب. في هذا الفيديو الجديد اللي هو تتمة الفيديو السابق حول الامتحان الوطني الموحد الدورة العادية 2019 شعبة العلوم الرياضية مادة الفيزياء والكيمياء. هذا الفيديو كيهم أيضا تلاميذ شعبة العلوم الفيزيائية وشعبة علوم الحياة والأرض. في الفيديو السابق كما قلت شفنا الجزء الأول، الآن سنتطرق إلى الجزء الثاني اللي هو معايرة محلول مائي للأمونياك بواسطة محلول مائي لحمض الكلوريدات. نتطرق في هذا الجزء الثاني من التمرين إلى دراسة معايرة محلول مائي للأمونياك اللي هو رمز له NH3 الذي يحتوي سائل منضف بمحلول مائي لحمض الكلوريدات. سائل منضف مركز لمعايرته نخففه 100 مرة، نخفف حجما منه 100 مرة فنحصل على محلول S1. هنا غنتذكروا المعطى الأول اللي مهم هو أنه المحلول مخفف 100 مرة. تمت جميع القياسات عند درجة الحرارة 25 درجة سلسيوس، ثم القيمة ديال كأو اللي هي 10 أس ناقص 14. نمر إلى تتمة التمرين. باش نفهموا التمرين أكثر سأستعين بتركيب تجريبي التالي باش نحط هنا الأرقام باش نفهم ماذا نعني بالمعايرة. نعاير الحجم في بي يساوي 20 ملل من المحلول S1. فاش كنسمعو نعاير يعني كيكون في الحوجلة، دونك هنا يكون عندنا المحلول S1 اللي هو في NH3. المعطى الأول اللي هو في بي، يعني في هذا الكأس كاين في بي يساوي 20 ملل من محلول S1 بواسطة محلول المائي لحمض الكلوريدريك H3 أو بلس إل موان تركيزه المولي Ca. دونك نعايره ب H3 أو بلس إل موان محلول اللي هو في رمزو ليه في A الحجم اللي هو مجهول إذا ما عرفناش الحجم اللي غنديرو، ثم تركيز معروف سي A يساوي 2 × 10^-2 مول لتر موان زه لتر موان زه. بتتبع تغير بي اش الخليط بواسطة هذا الجهاز مثلا بي اش متر، سنتتبع تغير بي اش بدلالة الحجم في ا للحمض المضاف نحصل على المنحنى 1. كنلاحظو المنحنى 1 ممتل في الشكل 2. كنلاحظو بأن كل ما زدنا القيمة ديال في ا حجم H3 بلس ال موا يعني حمض الكلوريدريك مسكوب هنا تنخفض قيمة بي اش. مكن برنامج ملائم من الحصول على المنحنيين 2 و3 الممتلين لتغيرات تركيز كل من النوع الحمضي والنوع القاعدي المزدوجة NH4 بلس NH3 في الخليط التفاعلي بدلالة في ا. كما ترون في الشكل هنا واحد المنحنى يمثل NH3 تركيز NH3، المنحنى الآخر يمثل NH4 بلس. احنا ما عرفناش فين هو المنحنى، هل المنحنى إذن هو الذي يمثل الحمض أم القاعدة؟ سنتعرف على ذلك فيما بعد. السؤال الأول، اكتب المعادلة الكيميائية المندمجة للتحول الحاصل أثناء هذه المعايرة. أولا المعادلة الكيميائية للتفاعل، قبل ما نكتبوا المعادلة نحددوا المزدوجتين اللي عندنا. المزدوجة الأولى اللي هي NH4 بلس NH4 بلس مع NH3، ثم H3 بلس اللي هو حمض، والقاعدة المرافقة لا هي H2O. الآن المعادلة باش نرسمو نكتبو المعادلة شنو اللي كيتفاعل
واش NH3 بلس مع NH3 باش يعطينا H2O مع NH4 بلس أو العكس. حسب التمرين كنرجعو دائما للتمرين، شنو عندنا؟ عندنا NH NH3 بلس، هنا عندنا NH3، دونك هما اللي غيتفاعلو، يعني غنكتبو الزوجة تحت من الأخرى NH4 بلس NH3 ثم H3 بلس H2O. كتلاحظوا إلا كتبت مزدوجتين بهذه الطريقة ودرنا العلاقة ديال التفاعل بهذا الشكل، لاحظوا بأن NH4 بلس هي اللي كتفاعل مع H2O، وهذه الكتابة غير صحيحة لأن اللي كيتفاعل هو NH3 مع NH4 بلس، دونك اللي خصنا نكتبو هنا خاطئ. اللي خصنا نكتبو هي المزدوجة الأولى، يعني H3 أو بلس H2O نفس المزدوجات فقط كنغير الترتيب، ثم NH4 بلس NH3. دونك الآن ممكن نستعمل القاعدة ديال كما، وكنلقاو بأن المعادلة ديال التفاعل على الشكل التالي: H3 بلس بلس NH3 كتعطينا NH4 بلس بلس H2O. هنا الحمض قاعدة، عفوا قاعدة واحد، وهنا تعطينا حمض المرافق حمض واحد، هنا حمض اثنان، والقاعدة المرافقة له هي H2O قاعدة اثنان. كنلاحظوا بأن التفاعل دائما كيكون بين حمض وقاعدة باش نتجنبو نجالي حمض وقاعدة. الآن ممكن نقلبو ترتيب فقط، نبدو الترتيب، نبدأ بـ NH3 NH3 بلس H3 بلس، كنحصلو على NH4 بلس بلس H2O. السؤال الثاني، وكذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني: حدد مبيانيا VAE، يعني VAE يعني الحجم اللي نحتاج نسكبه لنحصل على المحلول الحمض الكلوريديك مضاف عند التكافؤ، باش نحصل على نقطة تكافؤ، يعني ضروري أن نستعين بالشكل. ثانيا VAE يعني حجم الحمض الكلوريديك عند نقطة التكافؤ كم يساوي، هنا غنستعين بشكل واضح وغنقلبو على VAE على هاد مستوى الخط الأفقي اللي كيرمز للحجم ديال الحمض الكلوريديك. كناخدو مسطرة ثم كنرسمو المماس في هاد النقطة، رسم مماس، ثم كنرسمو مماس آخر في هاد النقطة، في هاد النقط هادي، غنرسم المستقيم العمودي عليهما، في أي نقطة نرسم مثلا هنا بلون مغاير، ثم كنمشي للمنتصف ديالو تقريبيا، هنا المنتصف تقريبا، ثم ارسم مستقيم اخر يمر من هو موازي لهذ المستقيمين، يعني نرد المسطرة 45 رسم بلون مغاير مستقيم هنا تقريبيا فقط. نقطة التقاطع مع لاكورب مع الخط هو النقطة، هي النقطة،
ثم الآن نسقط النقطة مباشرة ونحصل على هذه. هنا 2 4 6 8 10 حسب الشكل الحجم عند تكافؤ هو V A E يساوي 10 والوحدة هي مليلتر. ثالثا بين أن التركيز المولي لسي ديال الأمونياك سائل المنظف، يعني ماشي اس ان للسمنة وإنما السائل المنظف هو 1 مول لتر منزل. عند التكافؤ نرجع للشكل الأول، المحلول الأول المحلول المعايير قلنا بأن الاسم ديالو هو اس واحد اللي هو الحجم ديالو في بي يساوي 200 مليلتر أو 20 مليلتر عفوا، سأتأكد 20 مليلتر. ثم الحجم سي بي أو تركيز سي بي مجهول. الآن حمض كلوريدريك عندنا في أ أو اللي استخرجنا من السؤال السابق من الشكل، لقينا هو 10 مليلتر والتركيز سي أ يساوي سي أ يساوي 2.10 أس ناقص 2 2 10 إلى بويسونس موان 2 مول لتر موان زان. عند تكافؤ ممكن نكتبو بأن سي بي فوا في بي العلاقة ديال التكافؤ يساوي سي أ في أ أو. الآن مجهول واحد اللي هو سي بي، يعني أن سي بي يساوي سي أ في أ أو على في بي. ممكن نديرو تطبيق على دي من الآن، دونك سي سي أ 2 فوا 2 أو بوسونس موان 2 فوا في في أ أو هي 10. هنا ممكن ما نحولوش لأن عندنا الحجم على الحجم، وبالتالي الوحدة ديال المليلتر راه كتمشي على 20 مليلتر. إذا سي بي ممكن نختزلو هاد الصفر مع هاد الصفر و اثنان مع اثنان، تبقى لينا 10 أس ناقص 2 مول لتر منزه. ماشي هذا هو الجواب، لأن كنقلبو على التركيز المولي سي دي للأمونياك المركز المركز السائل المنظف المركز هو سي دي يساوي 1 مول لتر منزه. إلا تذكرتو في المعطيات الأولى بأن خففنا المحلول الأول 100 مرة. ماذا يعني أننا خففنا 100 مرة؟ ببساطة ممكن نستعملو علاقة التخفيف. مثلا حتى نفهم أكثر غناخدو واحد الحوجلة ندير فيها مثلا دي مليلتر ديال المحلول الأول اللي هو السائل المنظف، والتركيز ديالو سي دي اللي هو إلى الآن مجهول. بعد التخفيف 100 مرة، ماذا يعني 100 مرة؟ يعني أن الحجم سيصير في، هنا غنسميه في إنيسيال أو في دي. الحجم سيصير مثلا في بي اللي هو 100 مرة في 10 وتعطينا 1000 مليلتر، والتركيز اللي عندنا في نهاية المطاف هو سي
ب يساوي 10 أس ناقص 2، يعني الحجم مثلا غيوصل في بي غيكون 100 ملليلتر. علاقة التخفيف تقول بأن هنا قبل التخفيف وهنا بعد التخفيف، يعني بعد هنا قبل. سي العلاقة التخفيف تقول بأن سي دي فوا في دي يساوي سي بي فوا في بي، يعني أن سي دي يساوي سي بي مربع في بي على في دي. كنلاحظوا بأن في بي على في دي اكزاكتومون كتساوي 100، 100 مرة. يعني إذا كان الحجم مخفف 100 مرة التركيز أيضا سيكون بنفس الشكل، يعني سي عفوا سي دي يساوي 100 مضربة في سي بي، يعني أن سي دي يساوي 10 لابيسونس 2، يعني 100 حول 10 لابيسونس 2، ونعوضو هنا 10 لابيسونس موان 2 اللي كتساوي سي دي يساوي 1 مول لتر موان زا. كتلاحظو بأن مركز محلول مركز، لأن 1 مول باغ لتر راه محلول مركز. رابعا، بالنسبة للمحلول S1 الذي تمت معايرته سابقا، اكتب المعادلة الكيميائية المندمجة لتفاعل الأمونياك مع الماء. دونك هنا عطاونا المتفاعلات، نقلبوا فقط على النواتج. دونك رابعا، تفاعل الأمونياك مع الماء. الأمونياك هو NH3، الماء هو H2O، مع الماء غيعطينا النواتج تاعك. حنا كنعرفو بأن NH3 قاعدة، دونك غنسميوها قاعدة واحد، خاصها تعطينا الحمض المرافق اللي هو NH4 بلس. كنعرفو بأن القاعدة قادرة، كل عنصر كيميائي قادر على كسب H بلس، بروتون H بلس. دونك تزاد عندها H بلس كتولي NH4 بلس. وهنا حمض، حمض هنا حمض واحد، وهنا حمض اثنان H2O، والقاعدة المرافقة للماء كنعرفو بأن المزدوجات ديال الماء على الشكل التالي. المزدوجة الأولى هي H3O بلس H2O، حيث أن الماء هنا يلعب دور القاعدة، ثم H2O HO موان، هنا H2O كيلعب دور ديال الحمض. دونك القاعدة المرافقة هي HO موان، قاعدة اثنان. إذن هذه هي المعادلة. 4-2 4 1 4 2 حدد اعتمادا على المنحنى 1 pH المحلول S1. 4 2 pH المحلول S1 سبق لنا هضرنا على المعايرة، قلنا بأن حمض الكلوريدريك نعاير NH3 حمض الأمونياك محلول HCl، يعني حمض الكلوريدريك، يعني عند VA يساوي صفر، يعني قبل أن نبدأ المعايرة يكون عندنا فقط في الكأس محلول يكون، ولا الكأس لا يحتوي غير، يعني إلا على NH3 أو S1 محلول S1، وبالتالي غنمشيو لـ VA إيكال صفر ونحسبو pH.
هنا 2 4 6 8 10. هنا نشوفوا التدريجات كم تمثل كل تدريجة. طلع نكبر شوية زوم. كل تدريجة هنا 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يعني كل تدريجة تمثل 1. وكنا 2 4 6 8 10 1 2 3. عفوا كل تدريجة صغيرة كتمثل 0.2 0.2 هنا يعني هنا 1 دونك 0.2. وكنا 6 1 2 3 في 0.2 يعني 0.6 هنا 10 عفوا 10.6. دونك بي اش نصغرو زوم بي اش ديال اس 1 يساوي 10.6. 3 4 حدد حسابيا تركيزين الموليين ان اش 3 و ان اش 4 بلس في المحلول اس 1. كنلاحظوا انطلاقا من المعادله اللي غنعاود الكتابه ديالها هنا. المعادله 4 3 او 3 4 المعادله على الشكل التالي ان اش 3 بلس اش 2 او كيعطينا ان اش 4 بلس بلس اش او موان. اول ملاحظه غنلاحظوا بان التركيز ديال ان اش 4 بلس كيساوي التركيز ديال اش او موان لدينا، لان المعامل هنا متساوي هنا 1 1. ان اش 4 بلس يساوي التركيز ديال اش او موان. نعلم بان التركيز ديال اش او موان نعلم ان التركيز ديال اش او موان مضروبه في التركيز ديال اش 3 او بلس يساوي ك او جداء الايوني للماء، و اش 3 او بلس يساوي 10 اس ناقص بي اش، ومنه ممكن نستنتجو بان اش 3 بلس نعوضو في هاد العلاقة اش 3 اش او موان فوا 10 بيسونس موان بي اش يساوي ك او. اذا التركيز ديال اش او موان يساوي ك او على 10 اس ناقص بي اش، وهو نفس التركيز ديال ان اش 4 بلس ان اش 4 بلس. الان التطبيق العددي المطلوب هو ان اش 4 بلس كتساوي ك او هي 10 اس ناقص 14 على 10 اس التركيز بي اش قلنا كيساوي 10.6 يعني ناقص 10.6. اذا التركيز ديال ان اش 4 بلس يساوي 10 اس ناقص 14 زائد 10.6 يساوي 10 اس ناقص 3.4 اللي كتساوي 3.98 في 10 اس ناقص 4 الوحدة هي مول لتر موان زان. ممكن نعود النتيجة هنا ان اش 4 بلس يساوي 3.98 في 10 اس ناقص 4 مول لتر موان زان.
ثم الآن تركيز NH3 تركيز NH3 أعود لنفس المعادلة اللي هي NH3 plus H2O كيعطينا NH4 plus plus HO موان. كنلاحظوا بأن حسب جدول ديال التقدم أن كمية المادة ديال NH3 المتفاعلة هي كمية المادة ديال HO موان المتكونة وهي كمية المادة ديال NH4 plus المتكونة. وبالتالي لو وضعنا هنا في اللحظة صفر N0 هنا وفير نعمة 0 نديرو N0 موان X هنا X X علما أن الحجم لا يتغير. وبالتالي تركيز ديال NH3 في اللحظة ديال ليكيليبر يساوي غيساوي التركيز الأول البدئي اللي هو سي بي ناقص تركيز ديال اش او موا أو تركيز ديال ان اش 4 بلس. يعني التركيز ديال ان اش 3 في ليطا ديكيليبر كيساوي التركيز الأول البدئي ناقص اش او موا. نحاول نوضح أكثر هنا. إلا كنا كانت عندنا الكمية كمية المادة البدئية هي كتساوي سي بي فوا في في بمتاه في البداية كان عندنا ان زيرو او سي بي فوا في بي نفس الشيء. يعني هنا غتبقى عندنا سي بي في بي ناقص اكس اللي هي كمية المادة. يعني غنديرو هنا كنعرفو بأن ان او سي كتساوي ان على في. يعني ان ان كتساوي سي في في. انا غنحتفظ باكس لان هذه كمية المادة اكس اكس اكس. التركيز الان نحسب التركيز ديال ان اش 3 في الحالة ديال ليكيليبر. شنو هو التركيز ديال ان اش 3 في ليطا ديال ليكيليبر؟ كتساوي كمية المادة كمية المادة اللي هي سي سي بي في بي موان اكس على على الحجم في كيساوي سي بي او في بي عفوا سي بي في بي على في بي ناقص اكس على في بي. شنو هي اكس؟ هي كمية المادة ديال ان اش 4 بلس او ديال اش او موان المتكونة. يعني اكس على في بي غيعطينا التركيز ديال اش او موان. يعني يساوي انا غنختزل في بي تساوي سي بي ناقص شنو هي اكس على في بي؟ كمية المادة ديال اش او موان المتكونة على الحجم ديال المحلول. وبالتالي هو التركيز ديال اش او موان. لاحظوا بأننا وصلنا للعلاقة اللي بغينا. دونك ان اش 3 يساوي سي بي ناقص اش او موان. سي بي سبق لينا حسبناها لقينا. انا غنرجع للتمرين ان ما تذكرش النتيجة. سي بي انا ما خصناش نخلطوها مع سي دي تركيز المحلول المركز. سي بي هي 10 بيسونس موان 2 يساوي 10 بيسونس موان 2 ناقص تركيز ديال اش او موان اللي هي ان اش 4 بلس يعني 3.98 ناقص 3.98 في 10 اس ناقص 4 والنتيجة النهائية NH3 يساوي 9.6 في 10 أس ناقص 3 والوحدة هي مول لتر منزة. نوتر النتيجة
أربعة استنتج قيمة بي كا أ ديال إن أش كاتر بلس إن أش تخوا، قيمة أربعة قيمة بي كا أ. نذكر بالعلاقة اللي كتربط بين بي كا أ و بي أش بأن بي كا أ يساوي بي أش ناقص لوغ ديال القاعدة اللي هي إن أش تخوا على الحمض اللي هو إن أش كاتر بلس. هذه القاعدة ممكن نلقاوها انطلاقا من المعادلات التالية إن أش كاتر بلس، ردوا البال هنا بأننا كنبداو بالحمض لأن غنخدمو ثابتة الحمضية، زائد بما أنه حمض يعني سيتفاعل مع القاعدة اللي هي الماء ويعطينا الأمونياك اللي هي إن أش تخوا بلس الحمض المرافق للقاعدة ديال الماء هي إن أش أش تخوا أو بلس. ثابتة الحمضية كما كنعرفو في التعريف ديالها كأ يساوي إن أش تخوا فوا أش تخوا أو بلس على إن أش كاتر بلس. دونك كندخلو لوغ دو كأ لوغ كأ يساوي لوغ إن أش تخوا على إن أش كاتر بلس لوغ ديال أش تخوا أو بلس. كنعرفو بأن كنذكرو بأن لوغ دو أ فوا بي يساوي لوغ دو أ بلس لوغ دو بي، وهي اللي استعملت اعتبرت التعبير هو أ، التعبير الآخر أش تخوا بلس هو بي وفرقت بيناتهم. كنعرفو بأن لوغ دو كا أ كنعرفو بأن بي كا أ يساوي موان لوغ دو كا أ، يعني أن لوغ دو كا أ هي موان بي كا، دونك هنا غنديرو موان بي كا أ يساوي لوغ ديال إن أش تخوا على إن أش كاتر بلس، هنا خاصني واحد بلس، ثم كنعرفو بأن بي أش يساوي موان لوغ ديال أش تخوا بلس، يعني أن لوغ ديال أش تخوا بلس كيساوي موان بي أش، دونك موان بي أش، غنضربو في الناقص. نحصلوا على بي كا أ، نضربوا التعبير كامل في ناقص، نحصلوا على بي كا أ يساوي بي أش موان لوغ ديال إن أش تخوا على إن أش كاتر بلس. الآن التطبيق العددي، بي كا أ يساوي بي اش سبق لنا لقينا مبيانيا اللي هي 10.6 ناقص لوغ ديال ان اش 3 اللي غنحيد المعقوفة ان اش 3 9.6 ديال لا بوسونس موان 3 9.6 ديال لا بوسونس موان 3 على ان اش 4 بلس. ان اش 4 بلس هي اش او موان اللي كتساوي 3.98 ديال لا بوسونس موان 4. باستعمال الآلة الحاسبة، وكتعرفوا الآلات الحاسبة الحديثة راه كلشي
هاد العمليات كديرهم مرة واحدة. دونك بي ك ا يساوي 9.21. خامسا أوجد ثانية باستعمال المنحنيات الثلاثة، يعني المنحنى الأول والثاني والثالث، قيمة بي ك ا مرة أخرى يعني مبيانيا. خامسا لنحدد مبيانيا بي ك ا. كنذكر بالقاعدة اللي عندنا، بي ك ا كتساوي بي اش موا لوغ ديال ان اش 3 على ان اش 4 بلس. هنا ممكن تحددوا مبيانيا باستعمال الحجم اللي بغيتو، ولكن اسهل شيء هو ان تحاولوا تردوا هذا لوغ منعدم. باش يرجع هذا لوغ منعدم خص التركيز ديال ان اش 3 يساوي التركيز ديال ان اش 4 بلس. دونك كنكتبها في النقطة، في النقطة يلا غنسميها مثلا هاد النقطة نسميها ام. في النقطة ام لدينا تركيز ديال ان اش 3 يساوي التركيز ديال ان اش 4 بلس، لان المنحنيين يتقاطعان، وبالتالي لوغ لوغ ديال ان اش 3 على ان اش 4 بلس يساوي لوغ ديال واحد يساوي صفر. إذن غتبقى لنا بيك أ يساوي بي اش. الآن يكفي أننا نحددو قيمة بي اش، ولكن قبل ذلك باش نحددو قيمة بي اش خصنا نحددو أولا في أ. دونك كنكبر المبيان فهاد النقطة، عفوا كتلاحظوا إلا درنا الإسقاط ديال النقطة M على في A على المحور الأفقي نلقاو في الوسط. هنا كنعرفوا بأن كل تدريجة كبيرة كتمثل جوج، وبالتالي هنا عندنا خمسة. إذن في A في هذه الحالة، في هذه الحالة يساوي 5 مليلتر. الآن غنستعمل الشكل الآخر، غنحاول نكبر، غنمشي ل في يساوي 5 مليلتر. في يساوي 5 مليلتر يعني تقريبا هنا الوسط، الوسط. بالتالي نزيد نكبر اكثر، الان كنشوف الشكل بوضوح، يعني هنا الوسط. ثم نسقط على المحور العمودي ديال بي اش، هنا 2 4 6 8. حنا كنعرفو كل تدريجة صغيرة كتمثل 0.2، يعني 1 2 3 4 5 6، ستة مضروبة في 0.2 يعني 1.2، زائد 8 يعني 9.2. عفوا انا درت زوم، 9.2 وهي النقطة اللي كتساوى فيها بي كا ا يساوي بي اش يساوي 9.2، وهي نفس القيمة، عفوا ماشي في هذه النقطة، عفوا وهي نفس القيمة اللي لقينا في السؤال السابق حسابيا. إذن بي كا أ قلنا كتساوي بي اش تساوي تقريبا 9.2، 2 6
عفوا 1.6. عين المنحنى المرافق الموافق للتطور لتطور ان اش 3 بدلالة الحجم في ا المضاف. المنحنى الممثل لتركيز ان اش 3 حسب ان اش 3 حسب حجم في ا المضاف. انطلاقا من دراسة المنحنيين نلاحظوا بان المنحنى الثاني التركيز يرتفع الى واحد النقطة ثم ينخفض، في حين ان المنحنى الثالث التركيز دائما في انخفاض الى ان ينعدم حسب في ا. وبالتالي احنا كنعرفوا بان حسب المعادلة ان اش 3 هي المعادلة الأولى ديال المعايرة زائد اش 3 وبلس اللي كيجينا من حمض الكلوريدريك يعطينا ان اش 4 بلس اش 2. كنلاحظوا بأن ان اش 3 كلما ازداد في ا فإن تركيز اش 3 بلس عفوا تركيز ان اش 3 ان اش 3 يتناقص الى ان يختفي نهائيا، وتركيز ديال ان اش ديال اش 3 او بلس يزداد، وبالتالي قيمه بي اش تنخفض، هو نفس ما رايناه في المنحنى الاول. اذا المنحنى الذي يمثل تركيز ديال ان اش 3 هو المنحنى الثالث، لان ان اش 3 يتناقص دائما. المنحنى الذي يمثل تركيز ديال ان اش 3 هو المنحنى رقم 3. السؤال الاخير 2.6، اوجد باستعمال المنحنى الاول واحد المنحنيين 2 أو 3، يعني غنستعملو واحد فيهم، تركيز مولي ديال ان اش 3 عفوا تركيز مولي ان اش 3 عندما ياخذ بي اش الخليط التفاعلي القيمة بي اش يساوي 8.8. بما ان عندنا القيمة ديال بي اش يساوي 8.8، وبالتالي غنبداو من الشكل الاول. نحددو اولا في ا، دونك غنستعمل الشكل مستقل 8.8 بي اش يساوي 8.8، كنا 2.468 ثم 0.2468. نديرو الاسقاط فقط تقريبي، نلقاو النقطة ثم الاسقاط. أنا ممكن نقرأ مباشرة هنا، دونك هذه هي 4.2.4، دونك هنا 6.6، هذه التدريجات هنا 1.2.3.4.5.6، 6 تدريجات يعني 1.2، لأن كل تدريجة كتمثل 0.2، وبالتالي في أي يساوي 7.2. إذا في أ يساوي 7.2 مليلتر. الآن غنرجعو للشكل الثاني باش نحددو التركيز ديال إن أش 3. الشكل المنحنى الثالث عندنا التركيز في أ يساوي 7.2، دونك هنا 4.6
ستة، نحاول نحدده 7.2، ستة هنا 8، سبعة هنا في الوسط 7.2، ثم الإسقاط، ثم الإسقاط على الأكس فيرتيكال غنلقاو 2، والوحدة هي ملي مول لتر موانزا، يعني 2 من الشكل. نستنتج أن التركيز ديال NH3 يساوي 2 ملي مول لتر موانزا. وصلنا لنهاية هذا الجزء، كان معكم الأستاذ خالد الناجي. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو على القناة ديالنا مدرسة الرياضيات والفيزياء على اليوتيوب، ولأي استفسار صفحات الفيسبوك مدرسة الرياضيات والفيزياء، وإلى جزء آخر إن شاء الله وفيديو مقبل إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.